والآن السونة العجيبة، القدرة الفائقة على إنعاش المسام وإزالة الأتربة نهائيا، وليونة العضلات فقط 400 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على رقم 111111. أي كلام بيعلنوا عنه خلاص. 111 مش معقول الجهاز الفظيع ده ب 400 جنيه بس؟ ايوه ده طنطك بهيجة اشتريته، وطنطك بهيرة كمان اشتريته، واشتريته لبنتها بهية. يا جماعة والله كل ده كلام فارغ، ده مش حقيقي. يعني يسيبوا شغلهم يقعدوا يلعبوا في الساونة دي؟ كل اصحابي في المدرسة بيشكروا قوي في الجهاز ده. واصحابك اللي في المدرسة اشتروه بقى ولا ايه؟ لا امال يعني كان في سابق معرفة بينهم وبينه؟ لا يا عادل، كلهم عرفوه من الدعاية. طيب يا ماما اسمها دعاية، يعني ناس مدعين، يعني دي مش حاجة حقيقية يعني. طب انا بقى سمعت انه بيعالج الروماتويد والروماتيزم وخشونة الركب كمان. يا سلام، يعني دكاترة العظام هتشحت بعد كده والناس تجيب الجهاز؟ لا ده الاحسن من كده كمان، انه بيحرق كل الدهون اللي في الجسم، شحوم يعني مكلكعة في الجسم، ده عن طريق التحكم الترمومتري في درجات الحرارة في مجمل الجسم. التحكم الترمومتري هو اي كلام وخلاص؟ معقولة يعني هو ده اللي بيعمل الرجيم؟ يبقى الواحد داخل الساونا معاه سندوتش ويحرق في نفس الوقت؟ انت عارفة بيعمل ايه كمان؟ ده بيجدد خلايا البشرة وبيخلي شكلها صحي، وعارفة بيرجعك 20 سنة لورا. الله، يعني هرجع لورا؟ ترجع لورا تروحي فين يا ماما؟ احنا ما صدقنا ان انت جيتي، يعني ترجع لورا تخبطي في حاجة معقولة؟ يا جماعة على فكرة بقى، انا من رأيي ان احنا نشتري الجهاز ده ونعمل عليه دورات ساونية. انا موافقة، نجمع تمنه مع بعضينا ونشتري الشركة كده. انت صح يا رانيا صح، وانا كلنا مع بعض. انا بقى عايزه ساعه واحده ساونه، وانتوا خدوا بقيه الوقت. اوكي. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ساونه اللي انتوا عايزين تجيبوها، لو معاكوا قرشين ومضايقينكوا يعني هاتوا ثلاجه جديده، هاتوا غساله جديده، لكن ساونه؟ جرى ايه عادل، انت معترض ليه؟ ما انت كمان ممكن تعمل ساونه في الساونه. اعمل ساونه في انا مش عايز اعمل ساونه في ساونات خالص، وما فيش ساونه هتيجي هنا. يا عادل ايه اللي مزعلك؟ هو انت بتدفع ملين من جيبك؟ انت بتتكلمي ليه يا سناء؟ ساونه ايه يا اختي اللي انت عايزاه؟ انت بكبيرك قوي يعني تقعدي جوه كيس بلاستيك وتعرقي فيه وخلاص. بصوا انا راجل البيت وما فيش ساونه جايه، يعني ما فيش ساونه جايه. رانيا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. مين جاب الصندوق ده هنا؟ وين الفوطه دي؟ يا رانيا ايه الهزار البايخ بتاعك ده على الصبح؟ ساعه صبحيه كده؟ لا يا بيبي مش بهزر، انا بعمل الساونه بتاعتي على الصبح عشان ابقى اكتف طول اليوم ونشيطه كده. ساونه ايه؟ انت جبتي ساونه فعلا؟ يا بيبي ده جهاز تحفه يجنن، تعالى جرب والله. لا يا رانيا لا، مش معنى ان احنا خليناكي اول واحده انك تروحي تصحلي سي عادل وتخليه ياخد دوري. دورك ايه؟ دورك ايه يا امو دور؟ دوري ونيلي، انتوا ازاي تجيبوا ساونا من غير ما تقولولي؟ اولا لا اولا لي لا يا سناء، ما تقوليش ان انت لسه ما خدتيش دورك حبيبتي كده. حمام الكريم اللي انا عاملاه هيبوظ. حمام الكريم بتاعك لما يبوظ تجيبوله سباك، مش تجيبوله ساونا. خلاص يا عادل يا حبيبي ما تضايقش نفسك، ما حصلش حاجه عشان كل ده. كل ده وما حصلش حاجه؟ هو لسه ما حصلش. عادل خش بسرعه غير هدومك وخد لك ساونيه كده على السريع. لا يا ماما ما تعزميش على البحر قوي كده، عادل ما دفعش. حتى انت كمان يا ماما. لا والله العظيم انتوا حرام عليكم، انا ما بقول على حاجه لا يبقى لا. ايه يا عادل في ايه؟ حصل ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ انا مكبر الموضوع؟ الموضوع كبير لوحده يا هانم، انتوا لازم تسمعوا كلامي. خلاص يا عادل المرة الجاية هنسمع كلام. المرة الجاية؟ وبعدين ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي منتخب الساونا العالمي؟ خلاص يا ابو احنا مش هنشتريها تاني. تاني؟ وانتوا فاكرين الموضوع ده هيتكرر تاني؟ شوفوا مين بقى هيقعد لكم في البيت. يا عادل استنى يا بيبي، انا مش عارفة اخرج. رايح فين؟ رايح مطرح ما انا رايح. يوم ما تحسوا ان انتوا محتاجين راجل ابقوا تعالولي. نجيلك فين يا بابا؟ تعالولي البازار. يا عادل استنى بس يا عادل، يا بيبي انا اتحشرت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رائع، ازيك يا دولة؟ ايه ده؟ ايه شنطة السفر دي؟ انت خلاص مسافر؟
خلاص مسافر على اساس ان انا قبل كده قلت لك ان هسافر. والله هتوحشنا يا دوله والله. انت بتحب بقى ايرادات البازار يعني كل شهر ابعتهم لك على البيت ولا على ليبيا؟ انت سافرتني ليبيا يعني؟ خلاص اشمعنى ليبيا؟ ايوه دول اصل انا ليه واحد صاحبي يعني سافر ليبيا ولسه ما رجعش. ده تفاؤل يعني عايز تبعتني عنده يعني؟ لا انا مش مسافر يا رمزي، انا سبت البيت. سبت البيت وعايز تاخد بيت اوسع يعني اكبر؟ لا سبت لهم البيت هم قاعدين فيه وانا سبتهم وجيت على هنا. طب تحب بقى انا اروح ابيت معاهم يعني عشان مش كده اونسهم؟ تونس مين؟ هتروح تبيت على اساس انك ايه يعني؟ ابن عمك يا دوله. وهو اي ابن عم يروح يبيت في البيت؟ ولا بس يلا بس يلا اسكت خالص، مش هينفع خالص، انا هبيت هنا في البازار. ايه دوله؟ طب وانا يعني هبيت فين لما انت تبيت هنا؟ بيت بقى في اي حته، اتصرف اتصرف. انا مالي، انا هشيل مشكلتك كمان. اقول لك روح بيت عند صاحبك بتاع ليبيا ده. لا يا دول انا ممكن يعني اتاخر عليك كل يوم يعني. وبعدين بص انا حبيت خلاص البازار وتعودت عليه خلاص. حبيت ايه يا ابني؟ البازار ده اصلا مش بتاعي. يا دول تمام. والحاجه اللي موجوده في البازار دي والمكتب والتليفون مش بتوعي؟ بتوعك يا دول. تمام. والمرتبه بقى اللي انا شاريها لك دي مش بتاعتي؟ هي والملايات والمخدات والكلام ده كله مش دي الحاجات بتاعتي؟ ايوه يا دوله. يبقى مين اللي هيبات هنا؟ انت صح. شوف. طب يا دوله يعني طب يرضيك يا ابن عم يعني انا ما انا في الشارع. طبعا يرضيني يا ابني، ده انا اتمنى انك تبات في الشارع، على الاقل هيبقى لك مهنه تبقى طفل شوارع عادي. طب يا دوله بص يعني علشان خاطري يعني احنا ولاد عم، انا هبيت هنا معاك في اي حته يا عم ومش هقلقك. بيت في اي حته فين بس يا رمزي؟ بتقعد يعني تطلع لي حاجات غريبه. حاضر يا ستي، ممكن اخليك تبيت في الحمام وانا بيت هنا اهو بالمرتبه بقى والملايات النظيفه. ايه ده؟ طب افرض بقى انت يعني حبيت تدخل الحمام تقلق بقى انا منام يعني؟ يا ابني الحمام ده مش اصلا بتاعي. بتاعك. والقعده والسيفون والحوض والبانيو مش بتوعي. يا دول. يبقى مين يستخدم الحمام؟ انت صح. خلاص اما اجي انا بقى داخل الحمام هخليك انت تخرج، اخلص اقوم انا خارج تقوم انت داخل. ماشي يا دول ماشي انا موافق. خلاص يا عم. المهم بقى عندنا هنا في البازار في ثلاجه؟ لا يا دولة بس في حتة دين تلاجة بيعلنوا عليها في التلفزيون، بيقولك اتصل بواحد واحد واحد باين تصلك في البازار. تصلك في البازار؟ قايلين كده في الإعلان؟ يا دولة أنا عارف يلا الإعلان ده. التلاجة كمان بالتقسيط، ومدام بالتقسيط أنا ممكن أجيب كمان تلفزيون هنا في البازار. يا دولة وبيقولك في سولة. مبدكش تعمل السولة دي خالص. أنا بفكر كمان في البازار أجيب بوتاجاز. أيوة يا دولة أيوة علشان أطبخ لك بقى. أنت عمرك يا دولة دقت أكلي؟ إزيك يا عادل؟ ده بدل ما تقولي اتفضلي كلي معايا، انت اصلا بتحب نفسك بس. بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، انا سبتها لكم مخدره بالساونه بتاعتكم. ما تبطل شغل عيال الصغيره دي يا عادل وارجع البيت بقى. فعلا هو شغل عيال صغيره، انا غلطان. اما اكبر بقى وابقى راجل ويبقى لي كلمه تتسمع في البيت ابقى افكر. يا عادل الموضوع ما يستاهلش كل ده. انت مين اللي قالك ان انا هنا اصلا؟ رمزي كتر خيره. كتر خيره يعني؟ خيره ده لو زاد هيعمل فيا ايه؟ طيب انت هترجع البيت النهاردة ولا مش هترجع البيت؟ اسف، to be or not to be، تلك هي المسألة. انا مش عارفة ايه اللي يرضيك يا عادل. يعني انت يرضيك ان احنا نرجع الساونة والفلوس اللي احنا دفعناها تترمي على الارض؟ ما اعرفش، اللي عمل حاجة غلط يصلحها. طب انا راضية ذمتك، الاكل اللي انت بتاكله في المطعم ده ولا الاكل بتاع البيت؟ الاكل بتاع المطعم طبعا. طب انا دلوقتي لما اروح البيت وايدي فاضية كده اقول لهم عادل طلباته ايه؟ طلباتي ان انتوا تبعدوا عني وتسيبوني في حالي بقى. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. استبحنا واستبح الملك لله.
في ايه يا دولا بقى بحمي التماثيل. الساعة واحدة بالليل يلا. ايوه يا عم هو معاد حمى حرس وهتحور كده واحدة حمى حرس وهتحور بيستحموا الساعة واحدة بالليل. ايوه دول عشان ما يجولهمش برد بحمهم ويناموا. ولا بص غور من وش السعادة. طب يا دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجة؟ عايز ادخل الحمام ليه يعني؟ علشان انام مطرحك شوية يعني. ولا تعالى 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 قرب. مش هدولا بقى بالراحة يا عم بالراحة. انت هتسافر بيتكم بقى. يا اللي معانا يا صباح الخير يا اللي معانا. ايه يالا يخرب بيتك في ايه؟ صباح الخير يا اللي معانا الساعة 2 بالليل. ام كلثوم اللي صحيها 2 بالليل تقول يا صباح الخير يا اللي معانا. لا يا دول انا بقعد اغني كده عشان اونس نفسي اصل انا بخاف لوحدي بالليل. طب ما انت مش متهبب لوحدك ما انا اهو معاك في البازار متزفت نايم. طب دول اقوم بقى ونسني بقى دول. ها تحب تلعب كرشينه؟ كرشينه انت بتعرف تلعب كرشينه؟ لا قوم بقى. طيب دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجه؟ ما بخشش الحمام بالليل وانا نايم خالص. انا عايز ادخل بس انام يعني مطرحك شويه بس. ولا خش نام في الحمام بدل ما تطلعك بره البازار كله. خلاص بقى يا عم اوف. يا رب ما يجي لك نوم يا رب. ودوري يجي واخش الساونا وانا وراكي على طول. وانا عايزه اخد الساونا بتاعتي قبل ما اروح المدرسه الصبح. وانا فاضل على الساونا بتاعتي ساعتين واعملها تاني. ايه تعملي ايه تاني؟ ما انت خدتي الدور بتاعك ولا هي تفاصيل. وانتي مالك؟ اساسا الساونا المتتاليه بتعمل توالي في افكار المخ وعضلاتها الخلفيه. انت جيتي يا عادل؟ لا يا ماما انا لسه ما جيتش. امال ايه اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ ضلك؟ لا يا خففت الضل ده حضور جسدي بس لكن روحي مش موجوده معاكم. يا سلام تعجبني فيك يا حبيبي افكارك الكامنه والمكنونه. بس عايز اقولك على حاجه انت فعليا موجود. لا مش موجود ولا حاجه. انا لا هاكل معاكم ولا هشرب معاكم ولا هتكلم معاكم. انا هاجي بس انام. عايز ابعد شويه عن رمز الغابه ده وخلاص. طب يا عادل احنا من هنا ورايح هنعتبرك انك مش موجود معانا. اوكي ماما بابا وحشني حبيبتي ياسمين. يا رب رجعهنا بالسلامه من السفر. اللهم هون علينا سفرنا هذا. بصي بقى انعام يا حبيبتي مش عادل اهو مش معانا بس بجد الامانه لله انه ابن حلال وطيبه خالص. يا سلام يا حماتي والله انا كنت متوقع ان انت بتتكلمي عني كويس في غيابي. لا بس سهبل وطايش وقراراته متسرعه جدا. يا سلام يا سناء طول عمري عارف ان انت قللت الادب. خلي الساونه تنفعك بقى عشان على الاقل ممكن تنزل لك الجلخ اللي عليك. طب ايه رايك بقى يا مجيده يا اختي ان عادل ده
احسن عيل في ولاد الصبيان. يا سلام يا ماما، عشان كده بقى اخوات الصبيان كانوا بيغيروا منه. الله، هو انت يا انعام عندك صبيان غير عادل؟ طيب انا هدخل بقى انام، ومصحى هروح اتعشى بره، انا مش هاكل معاكم خالص. الله اكبر، اجعل كلامنا خفيف عليهم. ايه الصوت ده يا جماعه؟ هو في حد غيرنا في البيت؟ يا نهار اسوح، يعني كمان غبيه وعميه. بابا بكره لما تنزل تجيب لي شوكولاته معاك. لا حول ولا قوه الا بالله، بنتي فاكره انها شايفاني قدامها. عادل ما تكبرهاش بقى يا ماما. انا مش بكبرها يا ماما، وبعد اذنك يعني يا ماما ما استغليش علاقه الامومه اللي بيني وبينك وتقعدي تضغطي عليا كل شويه. لو سمحت يا ماما ما تضغطيش عليا. ما تجيش في الهيفه وتتصدر. يا سلام، ايه الهيفه؟ اذا كانت الساونه دي هيفه يبقى ايه اللي مش هايف؟ ده انتوا فاضل يا ماما تجيبوا عندنا هنا في البيت ترابيزه بينج بينج باين ولا ايه؟ وبعدين ما دام الساونه دي حاجه هايفه كده، ليه عايزين تجيبوا حاجه هايفه في البيت؟ هو البيت ناقص هيافه يا ماما؟ هو انت جبت حاجه ولا نزلت اشتريتها؟ انت مش غرمان يا ماما؟ مش مساله انتوا اللي اشتريتوها ولا انا اللي اشتريتها يا ماما، هي مساله مبدا، وطبعا معروف يا ماما زي ما حضرتك عارفه يعني ان المبادئ لا تتجزا، فهي ما ينفعش يا ماما. طيب عشان خاطري تعالى كل معانا. لا يا ماما، انا مش جعان، مش غضبان ولا حاجه، بس بجد يعني يا ماما ماليش نفس، مش جعان يعني. طب انا اللي طبخه مش رانيا. يا ماما ما تضغطيش عليا يا ماما، ده حتى لو منى عامر هي اللي طبخه، بجد انا مش جعان. طب انا عامله لك حاجه بتحبها. ما ماليش نفس بجد يا ماما. عامله ايه يعني؟ مسقعه. باللحمه المفرومه؟ باللحمه المفرومه. ومعاها بقى اللي هو بتنجان متقطع كده، واللي هو الفلفل الرومي ده محطوط على الوش. كله، وقوطه ترانشات وبصل ترانشات كمان. قوطه ترانشات وبصل اللي فوقيها فوق الوش. طب واللحمه المفرومه اللي فيها يا ماما عاملاها ناعمه ولا بتبقى خشنه شويه؟ عامله نص ناعم ونص خشن. على اساس لو ما عجبنيش الناعم اكل الخشن يعني. طب مش عامله حته لحمه برضه في وسطيها كده؟ في كام حته كده من جوه. دول شايلاهم عشاني؟ طب يا ماما يعني هي المسقعه دي بقى سخنه ولا ساقعه؟ ساقعه مش مسقعه. ماما انا كنت عايزها سخنه يا ماما. نسخنها. لا لسه هتسخنيها يا ماما. لا بلاش بقى يعني. خلاص بلاش، ما تاكلش، بس اوعى تقول لي جعان تاني. ماما انا جعان. هعمل مسقعه. ايه ده يا ماما، انت ما قلتيش لسه عملتيها يا ماما؟ هعملها بسرعه قوي. طب يا ماما ما دام هتعملي مسقعه بقى بالمره يعني، يا ريت تعملي لنا معاها بقى صينيه ايه، بطاطس بوريه. عينيا. ماما بلاش تعملي البطاطس بوريه باللي هي البشاميل اللي فوق الوش ده بيبقى مايس كده يعني، لا اعملي اللي هو البشاميل الجامد التخين. ايوه والتخين. حاضر حاضر يا حبيبي. ماما نعم. ويا ريت جنبيها بقى اللي هي الطماطم اللي هي متقطعه دي ومعموله بالثوم اللي هي المخلله، وملح وفلفل وليمون. ايوه يا ماما هي دي. عينيا. ماما نعم. يا ريت بقى ايه لو حتتين برضو فراخ كده هو مقليين، وبعدين تقطعيهم وتعمليهم مع الجبنه الريكفور. مش عايز حاجه تاني؟ لا مبدئيا كده كويس، اصل انا مش جعان. عادل اعلن تمرده يا جماعه، اعلن تمرده صراحه. انا رحت لحد عنده وكلمته، قعد ياكل وحتى ما قاليش اتفضلي تاكلي معايا. ده رفض المسقعه ام لحمه مفرومه اللي انا عاملاها. يمكن افتكر ان رانيا اللي عاملاها يا ماما. ابدا عادل لا يمكن يلفظ اي شيء من انتاجي. يا اخوانا مش معقول كده بقى، بطلوا الخناق اللي انتوا بتتخانقوه دوت، ولازم نفكر ازاي ان احنا نصالح سي عادل ده. نصالح مين؟ عادل ده عايز اهمال وتطنيش واسبال، ده اخويا وانا عارفاه دوت ناقص، لو دلعناه هيسوق فيها. ايه ده ايه ده ايه ده، ما يسوق زي ما هو عايز، ما هو راجل برضه. يا جماعه عادل ابعاده النفسيه تميل نحو السيطره والابتعاد عن دوائر الصراع، وده محتاج انفراد حواري بيني وبينه بس. استوبت استوبت، مش معقول بقى، يعني شغلوا مخاخاتكم دي شويه، احنا لازم نشوف شروط عادل دي ايه ونعملها له علشان نصالحه.
نشوف شروطه ونعملها له، ده كده هيتعود على الدلع وعلى الترفيه وهيبوظ مننا ومش هنعرف نسيطر عليه بعد كده. خلاص هيبوظ. ما يتعود زي ما هو عايز، مش راجل برضه. يا ناس افهموا بقى، لازم تكون قياده القطيع في قبضه ذكوريه. بقولكوا ايه، انا بقى عارفه انه عادل لا طيب جدا جدا جدا، ومش ممكن ابدا انه يحرمنا من الساونا. طب سيبونا انا اتصرف بقى. هتعملي ايه يا فزلكه؟ هتعرفي تقنعيه اكتر مني ومن ماما؟ إذ ربما حتى بعد المسقعة. إذ حيثما. هتعملي إيه بقى إن شاء الله؟ أنا ليه يا طريقتي؟ تعالي يا رانيا، واحد دقيقة كده. أهو أهو، مش أنا قلتلك؟ أهو عادل أهو. عادل يا حبيبي وحشتني قوي، إزاي؟ والله يا رانيا عمال اقنعه يرجع البيت علشان مراته وعياله. عياله مين ده؟ هي ياسمين بس. وبعدين انت مالك؟ انت مالك عادل؟ البيت ملوش طعم من غيرك. يبقى حطي له شويه ملح. عادل الدنيا ضلمه من غيرك في البيت يا حبيبي. النور قطع بقى يعني، وانتوا مش عارفين فين الشمع. انا اسف ما قلتلكوش على مكان الشمع قبل ما اسيب البيت. طب دول ما تجيب لهم بطاريه اوفر من الشمع. انت مالك يا حبيبي؟ بص اقول لك على حاجه، انا عندي استعداد اعمل كل اللي انت عايزه بس ترجع البيت. لا بصراحه بقى كده رانيا عداها العيب وازح يا دوله بقى. ازح طلع على الساون على طول. يا عادل البيت ما ينفعش ما يبقاش فيه راجل. راجل؟ الراجل ده هو اللي كلمته بتمشي في البيت، مش تعملوا اي حاجه في دماغكم. لعلمك بقى انا مش شرابه خرج، انا معرفش يعني ايه شرابه خرج، بس انا برفض ان ابقى شرابه خرج. اوكي اوكي خلاص، انت هتبقى المتحكم الاساسي في كل حاجه وخصوصا في الساونا. محدش هيدخل او هيخرج على الساونا غير لما ياخد الاذن منك. يا سلام. طب افرضي احد دخل من ورايا؟ دولا ممكن تخلي المفتاح بتاع الساونا دي معاك او تخبيه، او يعني ممكن ترميه من الشباك اصلا. افرض هم عاملين مفتاح جاني. اعمل قفل او اعمل قانون مثلا. لا القفل اضمن، مفيش حاجه. القفل بتحب القفل، انت بتميل للقفل. بص يا بيبي قفل كالون، المهم ان هو في اوضتنا. اوضتنا؟ ايه الخلقه دي؟ استنى بقى، قصدي اقول لك يا حبيبي يعني بص الساونا دي انت اللي هتبقى متحكم فيها وهتبقى في اوضتنا تعمل فيها اللي انت عايزه، انت حر. اعمل فيها اللي انا عايزه وانا حر؟ يعني اجرها، ابيعها، اعمل اللي انا عايزه. يعني انت موافق؟ موافق اذا كان كده. ماشي دولا، انا نفسي اجرب موضوع الساونا. ساونا؟ ده انا عينيا ليك بالاحواز تجديد.